الشكر اولا لله على هذا الفوز المبارك، ثم الشكر ايضا للقياده العامه لاركان الجيوش التي دعمت الفريق بقوه وساندته خلال هذا الموسم الطويل حتى نال هذا الكاس. ثم الشكر موصول الى الاتحاديه الموريتانيه لكره القدم والعصبه الموريتانيه لكره القدم على الشفافيه التي ادارت بها جميع مباريات هذا الموسم خلال المرحلة الأولى، مرحلة التصفيات والأدوار النهائية. شكر خاص لمدرب الفريق وطاقمه الفني وكل اللاعبين الذين أبلوا بلاء حسنا خلال جميع المباريات وعددها 16 مباراة لم يذوق الفريق خلالها أي هزيمة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 2 حتى نال الحمد لله الكأس. هذا التتويج إن شاء الله سيرسخ كعب الفريق في المستقبل في الدوري الممتاز، وسيتطلع إلى احتلال الترتيب مع الأوائل، خاصة أن القيادة العامة لأركان الجيوش تجهز الآن ملعبا حديثا بنجيلة اصطناعية ومنشآت رياضية أخرى ستخدم طموحات هذا الفريق الذي نرجو أن يتطور وينعتق وإلى الأفضل إن شاء الله في المستقبل، وشكرا.